يا هلا فيكم في ترند. بمناسبة اليوم الأولمبي 2020 للجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت الاحتفال بهذا الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال أغنية نشرها الحساب الرسمي للجنة الأولمبية تحت اسم أهل المعاني من كلمات عارف الهاشل وغناء راشد حنظل. خلنا نتابع معاكم جزء من هالأغنية ورجعين نواصل باقي أخبارنا. نسل الملك اللي بحكمة مباهين حب سكن بقلوبنا والنواظر وإذا تبي لسلومة تشوف بالعين في ناصر وخالد تفكر وناظر شهر نوفمبر أو موفمبر مثل ما الناس تسميه، ويات هذه التسمية لأن خلال هالشهر يطلق الرجال شنبهم من أجل تكثيف الرسائل التوعوية اللي تخص صحة الرجل، خصوصاً فيما يخص سرطان البروستات. بعيد الشر عنكم من أعراض وأسباب وحتى الوقاية والعلاج. وعلى هالموضوع وزارة الصحة أطلقت حملة سمتها نهتم به، وذلك للتشديد على أهمية الفحص الدوري للوقاية من سرطان البروستات. خلنا نتابع معاكم المقطع اللي نشرته الوزارة. من المقاطع الجميلة والمنتشرة في السوشيال ميديا مقطع لرجل يدعى روبرت كير قام برعاية هذه البومة الصغيرة اللي قاعدين تشوفونها من عقب ما اصطدمت بنافذة بيته، وقضت بعض الوقت علشان تتعافى من الاصطدام. المقطع لقى انتشار واسع وتفاعل كبير من عقب ما أطلقها للحياة البرية. خلنا نتابع المقطع. سبعة ملايين مشاهدة تصدر مقطع متداول في كوريا الجنوبية كان لأحد المشاهير المختصين في الأكل أمام الكاميرا. كان المفروض أنه يخلي الجبن في جهاز النافورة، ولكن صار شيء غير متوقع خلى المقطع ينتشر. خلنا نتابع. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر في حلقة جديدة. في حفظ الله.